من بغداد ينضم إلينا السيد نجم القصاب، رئيس مجموعة المورد للدراسات والإعلام. سيد نجم، أهلا بك في أخبار الغد. هل بقي من أمل في أن تعقد هذه الجلسة اليوم ويتم التصويت على قانون الدوائر الانتخابية؟ إلى الآن ما زالت الاجتماعات واللقاءات التي يعقدها رئيس مجلس النواب السيد محمد الحلبوسي مع رؤساء الكتل السياسية للتوصل إلى اتفاق حقيقي، خصوصا هناك رفض من بعض الزعماء السياسيين بعدم الذهاب إلى الدوائر المتعددة، لأنهم سيخسرون الكثير الكثير من الأصوات التي حصدوها وحصلوها في الانتخابات السابقة. وهناك سيناريو آخر، الدوائر المتعددة كذلك ليس رفضا فقط من هذه الزعامات، وإنما حتى من بعض الأحزاب التي تمتلك المال والنفوذ والوجود. الذهاب إلى الدائرة الواحدة هناك رفضا من قبل الناس، وحتى من قبل المرجعية في النجف الأشرف المتمثلة بالسيد علي السيستاني، لأن التظاهرات التي خرجت في أكتوبر من العام الماضي كانت وما زالت تطالب بتعديل قانون الانتخابات الذي يعتبر أس المشكلة داخل الدولة العراقية منذ عام 2005 إلى هذا اليوم. أما هناك سيناريو آخر ومن الأرجح أن يذهب به البرلمان العراقي، وهي الدوائر الوسطية. لكن ما هي الدوائر الوسطية؟ كيف سيتم بالتعامل مع الأصوات، مع المقاعد، مع المناطق؟ أنا أعتقد هناك ضغوطات وخلافات واختلافات ما زالت مطروحة، لم يتم الاتفاق، لأن الجلسة قد انعقدت لكن لم يتم فتحها أو جعل الاتفاق الحقيقي. والكل يعلم أن كل الجلسات وكل القوانين التي تشرع داخل السلطة التشريعية يتم بالتوافق السياسي حتى يتم التصويت على هذا القانون أو ذاك. هناك من يقول سيد نجم، من حيث المنطق هل يعقل أن هذه الجماعات السياسية والأحزاب الكبيرة التي تستفيد من قانون سانت ليغو ومن قانون الدائرة الواحدة، هل يعقل أن تشرع قانون تشرعه بيدها يكتب نهايتها السياسية، وبالتالي الأمل هو أصلا غير موجود؟ كما تعلم، مدمن السلطة كمدمن المخدرات ليس علاجه إلا المصحة. وهذا ما جعلت كثير من الأحزاب، كثير من الشخصيات السياسية تعتقد بأنها سوف تعيد إنتاج نفسها في الانتخابات المقبلة. لكن لا يعلمون ولا يدركون بأن العراق بعد 1 أكتوبر قد اختلف الكثير الكثير. لماذا؟ لأن أنتجت قوة حقيقية هي قوة الناس، قوة التظاهرات، قوة الاحتجاجات. والدليل على ما تحدث، أعطت هذه التظاهرات أكثر من 750 شهيد، لم تتراجع، وإنما حددت في يوم 1/10 في الأسبوع المقبل أعتقد، أو بعد الزيارة الأربعينية، ستكون هناك تظاهرات في أغلب المدن العراقية. لكن هذه الأحزاب تارة تراهن على عامل الوقت، وتارة تراهن على عامل التسويف والتبرير والتخدير. إذن أعتقد الكثير الكثير من هذه الأحزاب ومن هذه الكتل سوف تغادر الحياة السياسية عندما يتم طرح أو تصويت على قانون جديد يصب في مصلحة الأحزاب الجديدة التي لا تملك المال ولا تملك الإعلام، وإنما تملك التأييد الشعبي والمجتمعي. شكرا جزيلا لك من بغداد السيد نجم القصاب، رئيس مجموعة المورد للدراسات والإعلام.